استجابة للطلبات المتزايدة على الطاقة الكهربائية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. لكم الكلمة سيد النائب، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها من أجل الاستجابة للطلبات المتزايدة على الطاقة الكهربائية نسائلكم. شكرا سيد الوزير، لكم الإجابة. الحمد لله، إذا كان هناك قطاع من القطاعات اللي عرفتها راه حقيقية في بلاد ديالنا، من بينها ماشي بوحده هو قطاع ديال الكهرباء. بعد ما كنا كنعيشوا في أزمنة القطاعات وخصاص، اليوم الحمد لله عندنا فائض ديال 10%، وصلنا هذه السنة فائض ديال 14%. أي باش كنعطي هاد بمعنى أنه الحمد لله كاين واحد التطور. هذا القطاع كيعرف ما بين الجمع بين الإنتاج الوطني وحتى الإمكانية الاستيراد لما كتكون الكلفة منخفضة باش كتكون توازنات مالية. هذا القطاع كيعرف ما بين ايضا شراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، هو اللي كتجسد فيه معنى الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، بان جزء من الانتاج ذاتي مع المكتب الوطني الكهرباء وجزء من الانتاج كيقوم به القطاع الخاص. حجم الاستثمارات الضخمه في هذا القطاع، فيتعطيت هذا الرقم ونعاود نعطيه، ما بين 2017 2023 130 مليار ديال درهم استثمارات في المجال ديال الطاقه وبالخصوص في المجال ديال الكهرباء. ثم ايضا هذا القطاع هو اللي عرف التوازن بين الاستجابة للاقتصاد والصناعة، الاستجابة للتنمية الحضرية الآن انتقلنا فيها إلى مستوى عالي، والاستجابة أيضا للعالم القروي وصلنا فيه واحد النسبة الحمد لله محترمة ومقدرة وهي نموذج على الصعيد العالمي. شكرا سيد الوزير، لكم من تعقيب سيد النائب، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. حقا لا بد من الإشارة والتنويه بالمجهودات اللي قامت بها الحكومات المتتالية، حيث أنه صرفت تقريبا في الاستثمارات ما بين 2000 و2017 97 مليار درهم بمعدل 5.4 مليار درهم سنويا. كذلك لابد نشار بانه الاحتياجات والطلبات ديال الكهرباء ستعادل تقريبا في السنوات المقبله حوالي 4% سنويا. وللاستجابه للطلبات هناك جوج حوايج تقوم بها الحكومه. اولا 70% من خلال شراء الكهرباء من المنتجين الخواص والاستيراد، حوالي تقريبا 23.49 تيرا وات بمعنى 10 اس 12 وات ساعه، وكذلك 30% من الانتاج ديال المكتب حوالي 10.06 تيرا وات ساعه. السؤال المطروح كذلك، عملت الحكومه مشكوره تنويع الباقه ديال الانتاج، حتى الان عندنا الفحم الحجري اللي كاين الاستهلاك حاليا 56% وغيوصل 2021 ل 62%، الغاز الطبيعي من 13% الى 7 ولا 6% 2021، الفيول اللي تنقص من 7.8% سنه 2016 الى 3% سنه 2018 الى 0% سنه 2021 بسبب الكلفه الكبيره ديال هذا. كذلك الطاقات المتجدده اللي غتنتقل من 17% 2018 الى 33% سنه 2021 و36% سنه 2023، وكذلك الاستيراد من 14% سنه 2016 ل 11% 2018 ل 7% سنه 2021. شكرا سيد النائب محترم، عفوا انتهى الوقت، شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي؟ لا يبدو. سيد الوزير فيما تبقى من الوقت. نبغي نشير، انا كنشكر السيد النائب المحترم، اعتقد بان عموم المواطنين وخاصه المنتخبين متابعين هذه القضيه السياسه الطاقيه لاعتبار بسيط، ان هذا اختيار استراتيجي ومرتبط بالامن ديال البلاد ديالنا وخاصه في مجال ديال الامن الطاقي. نبغي نقول كالراي العام ان هذا القطاع من القطاعات الذي عرف انفتاحا كبيرا، اكثر من 10 ديال الدول اللي كتستثمر في البلاد ديالنا، اسيويه، اليابان، كوريا، الصين، اوروبيه، فرنسا، اسبانيا، عربية، السعودية، الإمارات، أمريكية، حتى مغربية، بمعنى أنه قطاع كيعرف تنافس كبير جدا وكنختاروا الأفضل بالنسبة للبلاد ديالنا باش نستجبوا للطلب. الآن المعدل كنتكلموا بين 2 حتى 4%، وهذا كيفرض علينا فعلا استثمارات كل الأهداف المصدرة الآن تتحقق. آخر اجتماع اللي كان ترأسه جلالة الملك حفظه الله أعطى التعليمات باش نعاودوا النظر في الأهداف، نزيدوا الطاقات المتجددة، نشوفوا طاقات مجددة أخرى، نعطيو المثال من خلال الإدارة في استعمال الطاقات المتجددة. شكرا لكم سيد الوزير. شكرا.